السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. من قناة عصافير جنة الاطفال نقدم لكم حبايب الحلوين، يا رب دايما مبسوطين وبابا منورين. ورجعنا النهارده بحدوته جميله وسلسله مفيده. الحدوته عنوانها الاصدقاء والغول، تاليف الاستاذه محاسن جابر، ورسوم الاستاذ هشام حسين، وجرافيك الاستاذ مصطفى حجازي. اصدقائي، هيا نقرا هذه القصه التي تبين لنا اهميه الشجاعه، كما تبين لنا جزاء الصبر في البحث والعلم وحب المعرفة. في بيت أحمد، بينما كان أحمد يلعب مع أصدقائه انقطع التيار الكهربائي، فصرخ أحد الأصدقاء فجأة وقال: انظروا، هناك ضوء يشع من باطن الأرض، إنه الغول الذي حكت لنا عنه جدتنا. فرع أصدقاء إلى بيوتهم وقد خافوا من منظر الضوء الذي يشع من الأرض. وفي اليوم التالي دعا أحمد الأصدقاء إلى منزله، ثم قال لهم: سوف أحكي لكم ما حدث لي أمس مع الغول. تشوق الأصدقاء بسماع ما حدث، ولكن أحمد أخبرهم أنه سيخبرهم بالقصة في غرفته. ودخل الأصدقاء في حضرته، وما أن دخل الأصدقاء الغرفة حتى قام أحمد وأطفى أنوار الغرفة، فرأى الأصدقاء الضوء الذي شاهدوه بالأمس فخافوا، ولكن أحمد قال لهم: لقد أحضرت الغول إلى حضرتي لتقابلوه وتروه بأعينكم. همش الأصدقاء بعضهم إلى بعض: نعم، إنه نفس الضوء العجيب الذي رأيناه بالأمس، إنه الغول. كيف أحضرت الغول إلى حضرتك يا أحمد؟ ضحك أحمد هو يتقدم نحو الضوء العجيب، وأصدقاؤه يتراجعون في ذعر. ثم اقترب منهم وقد حمله بين يدي الغول. أسرع أحد الأصدقاء إلى مصدر الإضاءة فأوقد الكهرباء، فإذا أحمد يحمل بين يديه. يا لها من مفاجأة! إنها مسبحة. نعم، مسبحة؟ رد أحمد: نعم، مسبحة وليست غولا كما اعتقدتم أيها الزملاء. وهنا تعالت ضحكات الجميع وهم يضربون الكف بالكف قائلين: نعم، نحن زملاء يا أحمد بينما أنت شجاع. وهنا شرح لهم أحمد سر الضوء الصادر من المسبحة، وأخبرهم بأن الضوء بسبب مادة الفسفور المشعة التي تدخل في تركيب حبات المسبحة. وحكاية اكتشاف مادة الفسفور تشبه حكايتنا مع المسبحة المبيضة، وقد كانت هناك مقبرة مهجورة لها ثقوب كثيرة في إحدى القرى. وفي ليلة ما تأخر عدد من الفلاحين في فطورهم المنتشرة حول المقبرة، وإذا بهم يرون شعاعا عجيبا ينفذ من ثقوب المقبرة، فجروا مهرولين مذعورين وهم يرددون: عفاريت في المقبرة، عفاريت في المقبرة. ولكن كان هناك رجل شجاع أصر على أن يعرف مصدر الشعاع الذي يتسرب من داخل المقبرة، فتوجه إلى المقبرة ليلا وذهب إلى مصدر الضوء وأمسك به، فإذا به يمسك كوم من العظام. واكتشف بعد أبحاث ودراسات طويلة أن في العظام مادة مشعة سميت بمادة الفسفور.
وهنا أدرك الأصدقاء أنه لا شيء اسمه الغول، ويجب ألا نخاف من شيء. ولكن حسام اعترف قائلا: لا يا صديقي العزيز، الغول والعفاريت موجودة. فتعجب زملاؤه وهم يسألون: الغول موجود؟ أين يا حسام؟ فأجاب حسام ويضحك: في الحواديت يا أصدقائي. ضحك الأصدقاء من كلام حسام، ومن ذلك اليوم لم يبقى في الأولاد خائف ولا جبان واحد. وهذا توتا وصف الحدوتة.